صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. الانسان بيخلق انسان لانه اكيد بيخطا بحياته، ولكن شو حلو انه واحد يعرف شو الخطا اللي ارتكبه او الضعف اللي وديه الى نوع من السيئات اللي ممكن الانسان يتعود عليها. ولكن قد ايه حلو انه واحد يكون عنده اراده، اول شيء يوعى على هالمشكله اللي بيقطع فيها، بعدين يكون عنده اراده انه يطلع من هالمشكله. اليوم انا كثير فيني اقول يعني كثير حاسه حالي اني رح ابدا بفقره مميزه، لانه الكتاب قريته وخليني فوت بجو يمكن بعيد عني ولكن قريب عن كثير من غيري. خليني افهم انه الانسان في بحي الله دقيقه يوقع، المهم انه يكون في حواليه ناس يمدوا له ايده تيقوم. وهذا الشيء اللي صار بالكاتب اللي اليوم الي فخر اني استضيفه بفقره كتاب، بسام نوركا. اهلا وسهلا فيك. بونجور كلام بسام. كتابك Momentary Lapse of Reason. نعم. اللي رح يتم توقيعه بعشرة الشهر. مزبوط. وين؟ بالفيرجن ميجا ستور بالداون تاون الساعة 6. الساعة 6. الدعوة للجميع المشاهدين، إذا كنتوا أنتوا قطعتوا بمرحلة صعبة مثل بسام وطلعتوا منها، أو بتعرفوا ناس عم تقطع بمرحلة صعبة، بليز جيبوا الكتاب، لأنه هيدا كتاب فريد من نوعه. وبتشكرك بسام انك حكيت عن الموضوع، هذا واجب. ومش بس هيك، قدرت بكل صراحه تحكي عن ادق التفاصيل، الادمان اللي قطعت فيه 7 سنين من حياتك. واليوم انت انسان فيني اقول بارع وفنان كبير، رح نحكي عنك بهالمقدمه الصغيره. حضرتك من مواليد بيروت 1981، 31 اب، لانك بتحكي كثير عن هالدات المعينه. حائز على اجهزه باداره التسويق ماركتنج مانجمنت من الايزاك بتفوق، ومن جامعه شيكوتيني بالكيبيك، وحائز على ماسترز بالاداره من ميكات ميدل ايست كنديان اكاديمي اوف تكنولوجي. واليوم عم بتحضر دكتوراه بالاندستريال سايكولوجي، او فينا اذا فينا نقول علم النفس الصناعي. شو هال، لانه كثير يعني حلو. هو اسمه اندستريال سايكولوجي، بس هو اتس مور اور ليس كوميرشال، يعني بيروح على اجواء الهيومن ريسورسز وهالشقفه من الاندستري، من حياة الاندستري. وليه من المارك من المانجمنت على السايكولوجي؟ هل هي هالمرحله هي بعدنا بالاداره، بعدها بالاداره، بس هي نوعا ما بتروح لانه نعمل اناليز لهال العالم اللي بالشركات ونقدر نركب لهم سيستمات. نعم، لانه اليوم كثير مهم السيكولوجي بكل شيء، خاصه بالبزنس، يعني صحيح. عالم الشغل. وحضرتك بنعرف قديش شغفك كبير للموسيقى. وقد الموسيقى الكلاسيكيه، وابتكرت اكثر من 200 معزوفه، هولي بيانو، هاو بيانو، و20 كونسيرتو، نعم، و4 سيمفونيات. مظبوط. بيتهوفن، موزارت. لا، بس بعد ما نشرتهم، بعد ما حدا ليه ما بت انا كثير بحب، كثير بحب حتى يعني اعمل كونسيرات وهيك، بس اكيد بتعرفي هون بلبنان يعني اذا ما في حدا يقدر، كمان ما في حدا سوق، ما في سوق لهالموضوع، ما في شك من الميلتين. فناطر الاوبورتونيتي المضبوطه ان شاء الله. اليوم من منبر الكتاب كمان بنقول انه في موهبه مخبيه اسمها، عدا انه كاتب بارع، ولكن كمان موسيقار بارع. وكمان حزت على جائزة World Photo Amateur بلاس فيغاس في الولايات المتحدة، أكيد بالتعاون مع The International Library of Photographers بالسويد. يعني كمان تهوي
هذا هوايه وهوايه يعني. نعم بس تكفير كل شيء بتبرع فيه بسام. وكتبت كتاب اوروبيا سنه 2002. نعم. اللي هو ما نشر ولكن مزبوط. اليوم موجود بمكتبة جامعة كيبيك. صحيح. وهو اليوم مثل مرجع تحكي فيه عن الاقتصاد والسياسة وأكثر شيء عن ارتفاع وأهمية عملة اليورو. صحيح. كمان. هو بوقتها لما كتب هالكتاب كان بعده الموضوع طازة وجديد. نعم. فحبيت أعطي رأيي بالموضوع نعم. ومنيح بعد 10 سنين لقيت إنه كنت اللي كنت عم بحكيه في شيء نجح منه. نعم. واليوم رح نحكي عن Momentary Lapse of Reason. كتاب الكفر تبعوله Memoirs of a Lebanese. الكفر كتير حلو وأكيد طلبت من المخرج الشاب الصديق إنه يخده مظبوط لأنه بدك تشوفه مظبوط كيف هالإنسان اللي عم بيتهدى يمكن بالأمل. هذا بس لتعرفي قديش أختي وجعت معي بالخبرية هي اللي رسمتها. حلو كتير تحية لأختك كمان. خلينا نبدأ بهالكتاب اللي هو قطعة حقيقة. حقيقة يعني بدون ما تخبي شيء منها. فينا نقول إنه عم تحكي عن تجربتك. تجربتك بالإدمان بالمخدرات لمدة 7 سنين. نعم. ومنعرف أنه كمان كان بهالوقت حضرتك عندك شغف للموسيقى، شغف للتصوير، عندك حياة عم بتكمل. نعم. إن كان بالمدرسة، بالجامعة. صح. بالشغل. فنينا نعرف أولا ليه فتت بالإدمان، خاصة أنه عندك فينا نقول أنه دايما واحد اليوم نتيجة تربية ونتيجة بيت ونتيجة شخصية، ويمكن في عندك أخوة أكيد بتحكي عنهم بالكتاب هن ما فاتوا بهالتجربة. مزبوط. ليه أنت بالذات فتت بالتجربة، وخاصة أنك بتخبر أنه مرة كان عمرك 10 سنين عم تسبح 13 وخلصت ما قدرت تتخلص، بنت عم تغرق. صحيح. هل يا ترى هالشيء اللي ضلوا يواكبك بكويبيسك هو ضعفك بالحياة، عدا كمان تجارب فاشلة شوي صغيرة قطعت فيها؟ هو السؤال ليه فتت بالإدمان سؤال كتير كتير واسع. نعم. يعني ما في شغلة واحدة بتخلي حيالله حدا، حيالله شخصية، حيالله شخص جاي من حيالله بيئة. نعم. يفوت بإدمان. نعم. يعني في عدة عوامل. نعم. وهولي نتيجة تراكم على سنين. أوكي. بلشت من شخصية من غلقة يمكن، انتقلت لمشكلة بعمر 13 سنة، انتقلت لأصحاب بيجروا لمحل معين، انتقلت إلى آخره. يعني في كذا مرحلة تخمر هالإدمان هيك، وأكيد الواحد بيكون عنده استعداد يعني. عنده ضعف بده أو عنده نقص بده يعبي. صحيح. أكيد يعني. كمان هون في عدة خويت فينا نحكي عنه. بس هذا الضعف أكيد كان موجود، ويمكن هذا الضعف هو شيء أوبوزي للي عم بيصير معي، لأنه يمكن أنا كنت عم حس حالي انه فوق الجميع. يمكن هيدا الضعف، مش انه ضعف يعني حدا ضعيف، انت احسن افضل من الغير. صح. مثلا او عندك يمكن السؤال اللي يمكن هيك بهمني اسألك، بتحكي كتير عن العائلة وعن الاهل. نعم. بتحكي عن الاب اللي كان صديق اكتر من اب. نعم. بتحكي عن الام اللي كانت عم تتوجع معك بس مش عم تقدر تعمل شيء. هل يا ترى الاهل هون فيهم يعملوا اكثر مما اهلك جربوا يعملوا، خاصه وقت عرفوا؟ لانه في فتره اكيد الاهل ما بيكونوا واعيين ولكن بعدين بيعرفوا. هل انت بتلومهم لانك وعيت وحدك على مشكلتك، او بتلاقي انه لا الاهل اليوم بيعملوا بيقدروا يعملوا هو يعني حق على المدمن؟ بلومهم لا اكيد، لانه بالنهايه هن عملوا اللي مفروض يعملوه باكثر من اللزوم. نعم. بحسب كيف بيعرفوا يعملوه. نعم. هون تفرق من عائله لعائله. نعم. بس اللي بدي اقوله هون انه
يعني كمان نرجع لنفس النقطة انه الاهل هن شقفة كتير صغيرة من انه الواحد يروح على محل معين على لا. ادمان او غير ادمان يعني في قضايا اضرب بعد ما في شك ما في شك. طيب سألتك هذا السؤال تحت الهواء وكثير أثر فيي كمان جوابك، قلت لك كتبت كتاب عن الإدمان وكيف طلعت من الإدمان، ويعني تطلع من إدمان وتكتب هيك كتاب يعني تعليت عن أكثر من هالأمور اللي أنا بلاقيها سخيفة قدام يوم نتيجة شو عملت، يعني ما بعرف قد ايه الناس عم تفهمني اليوم، ولكن وقت واحد يكتب هيك كتاب تجسد نوتوثيرابي عم مش بس فهم حاله فهم وضعه، عم يجرب يعطي تجربته ليساعد غيره. وقلت لك بس يا بسام المدمنين مش رح يجوا يقروا الكتاب لانه هن بيكونوا ملهيين براشي وبحاله تقريبا غير واعيه وانت بتحكي عنها هون. قلت لك لمين تكتبها؟ قلت لي عم بكتب للي بيكونوا حد المدمن. ليه؟ اول شيء هول الاشخاص اللي بيبقوا او بعائله او اصحاب قريبين من المدمن، يعني كيف بدي افسرها، في اوقات بيكون نقص بالمعلومات او بالثقافه بكيف الواحد يقدر ياخذ ويعطي مع المدمن، لانه المدمن عنده كاركتر سبيسيال شوي وما بيقدر ما بيقدر يتاقلم مع الكل. فإذا بيدرسوا كمدمن معين بلكي بيقدروا يوصلوا لنتيجة كيف يقدروا يتعاطوا مع هالشخص اللي حدهم. هلا بفهم انه كل كإدمان نوع شكل حالة مميزة نعم بس المطروح هون هو بيشبه الكل. نعم اكيد يعني لانه كإدمان الادمان بيشبه كله بعضه، ولكن اكيد كل شخصيه وكل انسان بيعيشها بطريقه معينه، يعني بعدين حسب كمان شو عم ياخذ اكيد كمخدرات. بتحكي عن يعني كيف انواع الادويه او المخدرات اللي بتاخذهم كانوا بفتره ما يساعدوك بدرسك، يوعوك، يخلوك تنجح بامور، تقدر تشتغل بروجيات لغيرك بعد مصدقها لهلا وبعدك مصدقها لانه بيعطوا يمكن هاي يعني انرجي وباور للانسان. بس بعدها بثلاث سنين شو صار؟ ولكن من تاني ميل هيدا الحلو بنشوف كيف سايد افكتس، يعني قد ايه الانسان بيكون عم بيحطم حاله جسديا ومعنويا. أكيد. خبرنا لانه هم موجودين بالكتاب، ولكن حابه شخصيا هيك تخبرنا عنهم كيف كنت تعلى بهال فينا نقول هاي ليفلز وترجع تغرق مضبوط، وشو كان احساسك ولما تكون حاسس حالك انك مالك الدنيا وانت نو واي انك تفشل وترجع من بعدها وقت تكون بالداونز، يعني وقت تكون عن جد بحاله الياس والانهيار شو كنت تحس؟ اوكي هلا هن السبستانس اللي كنت اخذها انا هي بين كيلرز، ادويه للوجع. نعم. بيعطوها عاده من بعد العمليات وهالقصص ترامال وغيره. صحيح. نعم. فهيدي الادويه بتعمل مثل موتيفاسيون او كيف شيء مثل موتيفاسيون للدماغ، يعني بصير اقوى واسلس وهيك بتحس انه الحياه بتحس انه الحياه اجمل وما في شيء بيوقف بدربك. مش اجمل بس بحسب وين انت عم تدرسي، صار الدرس تركيزك الوحيد، صرت عم تدرس كثير منيح، صرت عم تستوعب كل شيء، يمكن تنسيهم ثاني نهار بس بوقتها. نعم. الخبريه موجوده. نعم. كنت عم تعملي حيلا شيء عم تعملي، حيلا شيء من هواياتك كمان انت مأثره بهيدي السبستانس، كمان التركيز صار عليها 100% وخلص الدماغ صار عم ياخذها على الاخر. نعم. عم بحبها، عم بحس فيها على الاخر. نعم. فهون المشكلة، لأنه بخليك تحسي على الآخر بهالشغلة، بخليك ترجعي تاخدي تترجعي تحسي على الآخر. نعم. يعني بحسسك بشي بحالتك العادية ما بتحس فيها وبتنبسط فيها بطريقة أنه بدك ترجع تعيدها. هذه نقطة أساسية كتير بالإدمان أكيد. هذا الكوتي المعنوي البسيشيك والكوتي الجسدي كمان، جسمك بيعوزهم بصير الطلب الجسدي بيوجع قد الطلب
المعطال. نعم. فاكيد هيدا الكريفينج اللي بتصير من بعد كذا سنه مش بالاول. هيدا الكريفينج شيء لا يحتمل يعني لدرجه فت على المستشفى 3 مرات ما في شك. وبتحكي عن الموضوع بالتدريب والداونز يعني اللي لازم يتفهموا العالم انه ما في شيء ما في من بعد يعني ابري لو بوتون في لا بلوي يعني من بعد كل شيء بتوصل على الكمه بدك تقشط خاصه انه مسكت سلك طريق غير صحيح. صحيح. هلا بحالتي انا الادمان من بعد فتره ابس وكنت انبسط بالادمان صار الادمان مثل مشكله يعني ما بقدر ما اخذ لانه بوجع واذا اخذت راح اوجع. واعي كنت انت بين هالناحيه واعي وما بدك تسمع او ما كنت ابدا واعي لا نهار عيدك حلل بس مجبور لانك انسان كثير مثقف ومتعلم وكنت شاطر اوكي بس السبستانس اقوى من هول كله مجبور اخذها. فحطتني بالزاوية. نعم. يعني شعور اكيد كثير صعب. بتحكي عن طفولتك بالمدرسه ما راح نسمي المدرسه وبشوف قد ايه عكس انا تجربتي الخاصه انه مدرستي كانت احلى ايام حياتي. انت ما انبسطت بالمدرسه وخاصه عندك وعيت على امور بشعه بالمدرسه. صح. مثل حدا من المدراء ما راح نقول يعني انا ما بحب في منهم في من الجميع كان عم يغتصب ولد ان كان وغير امور فساد. وبعدين بنحس انه كمان تجربك مع اول يعني مع نساء كانت فاشله وخاصه بالاول بنحس انك حامل على طول الحمل الذكريات البشعه. اوكي. وذكريات الحلوه ما بتحكي عنها ليه او ما في؟ ما لحقوا يجوا بعد من هلا وبالرايح. اوكي. رح جمعهم واكتب لكم كتير. حلو هيدا هيدا بدي التوم دو يكون عن جد كله. لا بس لانك انسان ايجابي ما فينا نقول غير هيك لانك طلعت من يعني رجعت خلقت من جديد. صحيح. بس كمان هون لارجع للنقطة اللي كنت عم تحكي عنها ما فينا ننسى انه الوقت مع العائلة الوقت مع الاصحاب كانوا حلوين. حتى يعني يعني دائما كان يكون قصص حلوه بالدق بس هن يمكن ما كانوا هالقد تقال كومباري لخبريه. ما في شك. والحلو انك حتى ما بتعطي قيمه للوقت اللي كنت انت تجتمع مع اكيد اصحابك وتاخذوا الادويه وتحسوا بهالهاي سوا. ما كنت يعني ما وصفتهم حلوين يعني انا عم بقريهم ما قلت شو حس انه يعني حتى في واقع لهالوقت انه منه هيدا شيء متصنع منه جميل منه سعيدة. ما بنكر انه يمكن اوقات كنا ننبسط. نعم. اوكي بس انه ثلاث ارباع الاوقات كان يكون في دبايات وما شو. كانت هيدي الهاي تبعنا يمكن لانه نحن هيك مركبين. نعم. بركي غير جروبات. نعم. وغير شيء ما بعرف. نعم. بتحكي عن وقتها كنت تروح على المستشفى تتعالج. نعم. وتتعرف على غير مدمنين مثل سارة وغيرهم. ومنشوف كيف كل واحد يعني حبيت كيف عم توصف غيرك من المدمنين بغير عندهم غير طريقة تفكير من غير باك جراوند. كيف كانت مع انه كنت انت مبسوط انه عم تحكي مع غيرنا هالي. اكيد بس تنبلش هنا كانوا عم ياخذوا غير سبستانس بقى من هون بتعرف انه نحن ما بنتفق. اوكي انا كانوا كثير اقوى. مش قصة اقوى كنا ان باراليل ماشيين بس انه غير نوع سبستانس. بس اكيد يعني بكل المراحل تعرفت على عالم وشفت عالم. واكتشفت بالاخر بالاخص انا وعم بكتب. انه الكاركتير تبع هيدا الشخص كتير بعيد عن شو هو مظبوط حقيقته. مين هو؟ مين؟ ما بعرف مين هو. في سبستانس عم بتسوقه
يعني ماشي المخدرات بتخليك تصير راق انسان اكيد، وبتصير هي بتسيطر عليك من هيك أكيد. انت ما بقى عندك اي سيطره على حياتك او تصرفك، يمكن أو سيطره قليله بس مش هي هي الواقع المفروض تعيشه فيه. نعم نعم. كمان اللي حلو انه تحكي عن الاديب اللي هو صديقك واللي واكبك بكل هالإدمان. هلا عم بتضحك، تحية له لأنه هو كمان طلع من الإدمان صح؟ أكيد. إيه. وطلع قبلك. قبلك بمنيح. قبلك بمنيح، تحية كبيرة له، أنت كتبت القصة، هو ما قدر يكتب ولكن موجود، وتحية لكل مدمن قدر يطلع من الإدمان، هذه تحية كتير كبيرة. تحية لكل مدمن عم بيصارع، حتى لو مش عم يقدر. 100%. وعقبال كل مدمن يوعى ويقدر يطلع من الإيمان. وأنا اليوم بطلب من كل المجتمع اللبناني ما ينظر إلى المدمن أنه إنسان كتير مختلف، أي إنسان ممكن يوقع، هذا مشكلة كتير كبيرة. أي إنسان في، أنا بلاقي الإدمان مثل السخونة، مش أنا مش قادرة أسخن، أنت مش قادر، كلنا منا نسخن بطريقة أو ما، يعني بس بحد مهم يصح، يعني ما في لازم يطلعوا بهالأمور إلا من هالطريقة، وما يعني ما ينتقدوا وما يكونوا. كيف كانت نظرة المجتمع عليك؟ هذا ما بتحكي عنه هون بس أنا حابة. إيه، لأنه ما كان في احتكاك كتير كبير بال. أنت كنت بالمجتمع مخلوق. وبعدين القصص اللي كنا ناخذها ما كانت شيء الليجل، وبدنا نطلع على بقاعة نجيب كله من الفارماسي خلص خلصت الخبرية. نعم صح. طيب كيف عشت هالفترة اللي من بعد أديب؟ يعني أديب تعافى وما عاد مدمن، بقيت وحدك، كانت صعبة. هيدا بين أسأل المراحل. هون بلش كتير يصير الضغط علي إنه انت لوحدك، ما حدا عم يطلع عليك وما عارف شو هالقصص. بس هذا ما ساعدك توعى؟ بلا اكيد. اكيد 100%. بس كمان اللي ساعدني اوعى اكثر هو الابيليبسي مثلا، هو القصص اللي صاروا من ورا الادمان. اللي ما كنت صدق انه من ورا الادمان. تروح بغيب مثل بغيبوبة ويصير معك ابيليبسي. يعني الابيليبسي ما بتعطيك وورنينج اي ساعة، يعني يوقع واحد بالنقطة. نعم ايه خلص ماشي وقع. ما في حدا. بقى صرت اسال حالي، طب انه اي ساعه اذا نمت اليوم رح اوقع الصبح او هيدا خليك شيء من هالنوع. مع انه انت طوال الكتاب بنحس انك فكرت عده مرات انك تنتحر، ولكن بتقول مره ولكن يعني تيجي ببالك، بس يمكن وقتها عملتها فعليا هي مره. هو ديجا تفكر فيها سيكل كوشوز، يعني بدك توصل لها. وتقول انه انا ما كان عندي شجاعة اني اعملها. انت بتلاقي الشجاعة او بتلاقي بالعكس هيدي نعمة انك ما عملتها اليوم من بعد؟ اسم الله عليك، انت مبدع. لا انا هو سؤالي الوحيد انه ما كان في مطعم المفضل بالجنه. نعم. فكرمال هيك ما عملت. اصلا في روح السخريه كمان بالكتاب قوي كثير كمان. طب اليوم انت وعيت ونهار عيدك، وبنقول لك الف مبروك لانك خلقت من جديد من كم سنه. اليوم شو رسالتك لكل اخر سؤال، يعني رسالتك للي عم يحضرونا؟ اوكي، انا ما راح واجه رساله للمدمنين لانه بعرف انه ما راح يسمعوني. راح واجه رساله للاهل. نعم. واقول لهم اولادكم كثير معقول يكونوا وقعوا وانتم ما بتعرفوا. نعم. مش غلط. نعم. لانه واذا انتم ربيتوا منيح واذا انتم حطيتوهم باحسن مدارس وباحسن محلات ما تتفاجئوا شي نهار. اكيد. بقى بليز كونوا قراب منهم. وعندي رساله كثير كبيره لكل الان جي اوز والمؤسسات اللي عم تشتغل. نعم. عملوا معروف، اتحدوا، لانه في كثير عالم ستاتستيك ما بتعني شيء بالنسبه للرقم المضبوط اللي عم نحكي فيه. نعم. فبليز اشتغلوا، وبعرف انه ما معكم مصاري ومش قادرين وما شو، ولكن اللي بيقدروا يساعدون يساعدون، وهن يحطوا الايد بالايد، لانه فينا نقول انه كلهم بدهم يوصلوا على حل واحد، مساعده المدمن. صح. أكيد. بسام لوكاس بقول لك الف مبروك على حياتك أني. الجديده اللي اكيد كلها جمال وكلها ابتكار وابداع، ونطرتك لكتابك الجديد مومنتري ريلابس اوف ريزن، من احلى الكتب، سيره ذاتيه رائعه. الخميس
لسه 10 شهر بفيرجن ساعة داون تاون الساعة 6 الساعة 6 يكونوا كتار. ميرسي بسام. ميرسي لكم. ميرسي كثير. ميرسي لكم. لك انا بشوفكم نهار الثلاثة، بقول لكم بون ويك اند، هلا بنبقى مع ناديا للختام.